أكد المكلف بمنصب محافظ مصرف ليبيا الجديد أنه سيعمل مع مجلس الإدارة على تذليل كل الصعوبات أمام المواطنين الليبيين، مشددا على أن فريقه سيعمل بشكل جماعي إلى حين تسمية محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي. احنا كان هدفنا الرئيسي هو استلام هذه الوظيفة ولفترة أمتى مسير توافق ويصير يعني زي نقول اتفاق في الأسامي الموجودة في ليبيا. احنا على استعداد تام، وهذا تعهد مني شخصيا ان احنا اللي بيجي جديد حيستلم لنا بدون اي مقاومة وبدون اي شيء. وطالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مجلسي النواب والأعلى للدولة للعمل سريعا على تسمية محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، مؤكدا شرعية إجراءاته التي اتخذها فيما يتعلق بتسمية مجلس إدارة جديد للمصرف. من جهته عبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن رفض تعيين مجلس جديد لإدارة مصرف ليبيا المركزي بعيدا عن شرعية مجلس النواب، مؤكدا تواصل إغلاق إنتاج وتصدير النفط حتى يعود المحافظ السابق للمصرف المقال من المجلس الرئاسي الصديق الكبير. عقيلة صالح لا يستطيع أن يقفل محطة بنزين، فما بالك بإقفال النفط في ليبيا. من أقفل النفط في ليبيا ومن يستطيع إقفال النفط في ليبيا ومن يستطيع فتح النفط في ليبيا هو خليفة حفتر. وعلى هذا الأساس السؤال، ما هو موقف أو شروط خليفة حفتر لفتح النفط؟ وكما نعلم في 2022 أقفل خليفة حفتر النفط ولم يفتح النفط إلا بعد أن حدثت صفقة وعين مستشاره الاقتصادي السيد فرحات بن قدارة رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط. هذا ودعت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل الأطراف للعمل سويا من أجل اختيار محافظ لمصرف ليبيا المركزي واستئناف العمل بشكل طبيعي في المصرف. رأفت بالخير، الحرة، طرابلس.